ضمن جولته في العاصمة البريطانية لندن، زار وفد جمعية هذه هي البحرين عددا من المراكز الدينية المختلفة، وذلك للاطلاع على تجاربهم فيما يخص التعايش بين مختلف الأديان والثقافات، فضلا عن نقل التجربة البحرينية لهم والمتمثلة في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. لتعزيز سبل التعايش وتبادل الثقافات المختلفة، حطت جمعية هذه هي البحرين رحالها بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة البريطانية، وزارت مسجد ريجنت بارك من أجل التعمق في تاريخ الحضارة الإسلامية. هذا الجامع الذي تأسس عام 1944 يتسع لخمسة آلاف مصل ومصلية، ويضم مكتبة تحوي على نحو 100,000 كتاب تشمل العديد من العلوم الشرعية والإسلامية. تأسيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي خطوة مهمة جدا وإيجابية، ومثل ربما يحتذى. كل المجتمعات التي تتنوع فيها الديانات، السبيل الوحيد لها حقيقة هو التعايش وإيجاد قيم من المواطنة، وإيجاد قيم من الحوار المشترك، وإيجاد قيم من الاحترام المتبادل. هذا المركز الإسلامي يعد من أقدم المراكز الثقافية الإسلامية في أوروبا، ويقوم بدور مهم في مجال تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين وغير المسلمين. عندنا هنا في المركز أنشطة متعددة كثيرة نركز فيها على أهمية الحوار وأهمية التعايش وأهمية الاندماج في اندماج المسلمين في المجتمع وخدمة الآخرين والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. يعني هذا هو منهج المركز الإسلامي الذي يسير عليه. لقد لقينا كل الاحترام والتقدير من المركز الثقافي الإسلامي في لندن، وكلما زاد العلم والتسامح ما بين الأديان وزادت الثقافة بنقدر نقطع أشواط أكبر في مجال التعايش السلمي ما بين الأديان جميعا، وكلنا إلنا الله واحد. وضمن تلك الزيارات أيضا استقبل المركز البهائي بلندن وفد الجمعية البحرينية، حيث أطلعهم على عادات وثقافات المركز المختلفة. فاخلق فيا يا إلهي. من أول دفعة بنات تدرس دراسة متخصصة في جامعة الأزهر، وهذا في الستينات، وهذا فعلا ساعدني كثيرا لأنني استطعت أن أحفظ القرآن وأن أقرأ القرآن وأفهم القرآن، ومن خلال القرآن فقط عرفت بأن دين الله واحد وهو الإسلام. الاجتماع اليوم في نوع من يعني السعادة والبشرة الواحد يشعر بيها لما يكون جلالة الملك بنفسه يعني في ظهيرة الحركة دي عمل عظيم، وبعدين لما يكون بسند قوي من جلالة الملك هيكون له مفعول كبير قوي قوي. نحن نقف على أعتاب حقبة تاريخية جديدة، فالجميع يستطيع أن يرى بمنظار واحد إلى هذا الكوكب الأرضي بأسره، بكل ما يحتوي من شعوب متعددة مختلفة الألوان والأجناس. والسلام العالمي ليس ممكنا فحسب، بل إنه أمر لا بد أن يتحقق، والمضي قدما بمسيرة التغيير والإصلاح وقبول الآخر بكل محبة وسلام. متحدين ومتفقين. العاملون بالمركز البهائي ثمنوا دور جمعية هذه هي البحرين التي أصبحت منارة إشعاع للعالم كافة. أصوات تلاقت فتألقت في هذه المدينة تنسج صورة تحكي صور التعايش والانسجام الديني والمذهبي والعرقي في أرض المنامة، لتقول جملة واحدة لكل العالم: هذه هي البحرين. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.